الأخت مؤزة من السؤال الماضي تقول أنها حلفت على ولدها عمره 7 سنوات على أن يمتنع من شيء لكنه عاد. إذا كان هذا اليمين مما يجري به اللسان ولا يعقل المحلوف عليه معنى اليمين ومعنى المنع، فالظاهر أنه يدخل في لغو اليمين الذي لا يترتب عليه شيء. وأوصي أختي بأن تحفظ أيمانها وأن لا تضعها إلا في موضعها. جميل. كما قال تعالى واحفظوا أيمانكم، وحفظها أن لا توضع إلا في موضعها. نعم.